حرارتها الأولى واندلاع جذوتها مطلع آب الماضي من العام المنصرم، شمرت كوادر الرشيد الفضائية عن سواعد شبابها لتكون مع الأصوات المطالبة بالإصلاح في سوح الحق والمرابطة وفي جميع المحافظات العراقية، لتكون هي الناقل لأصواتهم وإيصالها لأسماع الساسة من خلال نقل مجريات التظاهرات الشعبية. والله قناة الرشيد والحمد لله قناة مميزة جدا وقناة هادفة ومبتعدة عن الطائفية ومع المواطن، وبرامجها هادفة وحرصت على تغطية هذه المظاهرات طيلة هذه الفترة في البرد وفي الشتاء وفي الصيف وفي الحر. والله بمناسبة العام أقول 100 لايك للرشيد، لأنها قناة الشعب أثبتت هذا هو الشعب وهذا هو الشارع، وهي قناة الشعب ومع الناس. الله يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى تستمرون أفضل وأفضل. الرشيد على مدار الجمعة 24 من عمر التظاهرات المطالبة بالإصلاح والتغيير وإعادة المسار السياسي إلى صوابه، كان السباق في النقل والتواصل ووضع كل شيء في نصابه، لتتفرد من بين زميلاتها بأنها أول من نقل الحقيقة كما هي دون إضافة وبحيادية عالية. صوت يهمه صوت الشعب، ينقل الصورة كما هي من الشارع. أسأل لهم التوفيق دائما وهذا عملهم المخلص، وشكرا لكم جميعا. والله التغطية جيدة من قبل إذاعات محدودة الرشيد، أما باقي الإذاعات ما نعرف شنو السبب، يا أما مصالح حزبية. طبعا نقول لهم شكرا جزيلا، بارك الله بكم، تغطية جيدة وممتازة وشكرا جزيلا. كل عام وأنتم بألف خير، وقناة الرشيد الفضائية بألف ألف خير. نهني قناة الرشيد وكادرها ابتداء من سيد مدير القناة ونهاية بأصغر موظف عامل في هذه القناة الشريفة. قناة شريفة فعلا، برامجها هادفة ومواكبة للتظاهرات منذ أول يوم انطلاقها ولحد هذه الجمعة، جمعة 1/1 عيد الكريسماس اللي نقدم به التحايا والتبريكات هاي القناة. ربي يحفظكم. كما عودتكم شاشة الرشيد أن تكون بينكم ومعكم لنقل الأحداث المهمة ورفع أصواتكم عاليا لتصل إلى أبعد مدى، ها هي تؤكد بأنها ستكون الأولى في وطنيتها والأولى في حياديتها والأولى في الدقة والالتزام منذ أن انطلقت معكم قبل 7 أعوام من مسيرة حياتها.